اهلا بيكم في فيديو جديد اثبات سحب من تطبيق شير. كنا عملنا قبل كده فيديوهين، فيديو قلنا ازاي ان انت تجمع نقط عشان تشحن رصيد، والفيديو التاني بعديها بكام يوم قلنا ان التطبيق ما بيشحنش او فيه مشكله وانه نصب، ولكن المشكله اللي كانت فيه اتحلت، ودلوقتي هقول لك ازاي تشحن رصيد موبايلك من تطبيق شير. ولكن قبل ما نروح للقصه دي كلها، انزل صلي على النبي في الكومنتات، دوس لايك للفيديو، اشترك في القناه، فعل جرس التنبيهات، فيسبوك، تيك توك، انستجرام، الحاجات دي كلها تحت الفيديو، بالاضافه الى قناتنا البديله احمد سعيد، هننزل عليها برضو هناك كده فيديو مختصر عن الموضوع. اتمنى ان انت تروح وتزور القناه دلوقتي ونقول يلا بينا. اللي انت هتعمله هتفتح تطبيق شير زي ما هو قدامك كده، في علامه كوينز على اليمين بتدوس عليها بيبدا ان هو يحمل معاك ويقول لك لو انت ما سجلتش اعمل تسجيل دخول زي ما هو قدامك كده في الصوره او في الشاشه، تمام. واستكمالا لموضوع التسجيل دوت، لو انت ما تعرفش فهظهر لك فيديو من لاي، ارجع وشوفه، قلنا فيه الطريقه ازاي وازاي تجمع نقط. ومش بس على قد التسجيل يا جدعان، انت لما بتدعي اصدقاء ولما بتتفرج على فيديوهات بتقدر ان انت تجمع نقط، والنقط دي كلها بتنضاف لرصيدك وبعد كده تقدر تسحبها رصيد. ازاي بقى تسحب رصيد؟ بعد ما بتجمع نقط بتدوس على اسحب الان، تمام، تفتح معاك الواجهه ديت، بيكون عندك 10 25 50 وطبعا باقي الارقام، بتدوس على اي مبلغ هو معاك، يعني انت قدرت تجمع 10 فبتدوس على 10، 25 بتدوس على 25، انا دوست على 25 تمام، وبتكتب رقم موبايلك 011 010 012 اي 0 تمام، وقبل الزيرو بتكتب 2، يعني 2 011 وتكمل الرقم، 2 010 وتكمل الرقم. سهل الموضوع، وتعمل حسنا واسحب وهيسحب معاك. انا الكلام ده جربته من وقت ما عملت الفيديو الثاني، وللاسف الشديد كان بيقول لي خطا وانه ما ينفعش تسحب، ولكن المشكله دي اتحلت. سحبت 25 وزي ما هو قدامك كده، ده سكرين ان الفلوس وصلت او الرصيد وصل بعديها تقريبا بنص ساعه، ساعه بالكتير، يعني كانت الرساله وصلاني. انت لو اشتغلت على التطبيق وقت ما اتكلمنا عليه وركنته ففلوسك زي ما هي، ما تقلقش ولا حاجه، كل اللي انت هتعمله هتدخل على التطبيق وتسحب المبلغ اللي موجود في رصيدك وتشحن رصيدك يا صاحبي. بس كده، اشوفك في فيديو تاني، سلام.